في اخر الدنيا دوارها ازاي؟ اهو داود يلمز ده صاحبك اللي ما قتلك ناس تلف الدنيا وكمال يبعته يدور عليك عشان يقتلك. مبقاش في امان في الدنيا دي، مش طبيعي. لما الرجالة قالوا لي نزل مصر عشان يقابل ايمن، هو اكيد عايز ايمن في حاجه تانية. لا مش طبيعي يبقى بالندالة دي، مش ممكن يعني. وبعدين لما اوريلي صورته وهو بيوري صورتك لايمن وبيساله عليك، هنا بس بدات افهم ان كمال هو اللي بعته. ايه ده؟ ده محروق منك قوي. تخيل انه بعت 4 من عينة صاحبك في 4 دول يدوروا عليك، بس هو مش متاكد انت فين، وفاكر ان اللي بعته ده احنا مش هنعرفه. ربنا يجعلنا مستورين من عيون اعدائنا. دي نعمة كبيرة أوي يا صفوان، إن اللي قدامك ما بقاش شايفك ولا عارف أنت مين ولا تقدر تعمل إيه. لو أنا بدك توصل بعد كل هالحكي؟ والله يا صفوان أنا لسه بفكر. حط نفسك مكاني، إذا كان صاحب عمرك باعك أنا هشتريك ليه؟ أفضل شايل همك وهم تأمينك والمصايب اللي بتجيلي من تحت راسك. بعدين انا مش فاضي، انا مش ناقص، انا ورايا اهم ما يتلم. والله يا صفوان اسكت. اه والله، بس تعرف رغم كل ده انت ما تهونش عليا، سلمك تسليم عالي. بس افرض بقى انا والرجاله مشينا من هنا، ايه اللي هيحصل؟ الواد ده هيوصل لك، الواد ده عفريت، انا عارفه كويس. بس انت اكيد مش هتعمل هيك، ولا ما كان جيت وقلت لي؟ لا يا صفوان بقى، انت اللي هتقول لي اعمل ايه او ما اعملش ايه. انا قلت لك كل اللي بعرفه عن الخطه. الخطه دي ابسط حاجه عندك. انا عايز اعرف كمال بيفكر ازاي دلوقتي بعد هروبك بكل المعلومات اللي معاك. ايه هي الخطه البديله؟ مين اللي بيساعده دلوقتي؟ وفوق ده كله عايز اعرف دور ايمن في تمويل التنظيمات الارهابيه. هو ده تمن حياتك يا صفوان اللي مش هقبل اقل منه. قلت ايه؟ موافق.